اهلا وسهلا بيكم. انا عارف طبعا ان انت يعني شفت فيديوهات كتيره جدا على النت ازاي ان انت تغير لون شعرك، وازاي ان الواحده تقدر تصبغ لون شعرها بطريقه طبيعيه جدا وبطريقه امنه وبطريقه برضك رخيصه. طبعا انت شفت فيديوهات كتيره جدا، وتعمل مش عارف تجيب عشبه ايه، وتجيب قشر الرمان، وتجيب مش عارف حبه البركه، وتغلي ده كله يطلع لك يعني يطلع لك ايه كوكتيل، ويطلع لك كذا، وكل ده طبعا يعني ايه لا يسمن ولا يغني من جوع. تعال معايا النهارده في الفيديو دوت هبين لك الطريقه الصحيحه ازاي ان انت تغير لون شعرك، وازاي ان انت تغيري لون شعرك بطريقه بسيطه جدا وطريقه سهله جدا جدا جدا، وبطريقه امنه جدا جدا ومفيده للشعر جدا جدا، وبطريقه رخيصه جدا وهتستمر معانا لفتره طويله ومفيش فيها اي مشاكل ولا اي اضرار. تابع معايا الفيديو للنهايه. هنتكلم على الطريقه الصحيحه ان انت ازاي ان انت تصبغ شعرك بطريقه بسيطه جدا، وازاي الصبغه ديت يعني هتدوم معاك لفتره طويله جدا. الصبغه ديت احنا هنعمل ايه؟ هنجيب ايه؟ هنجيب اول حاجه المريميه هيت، وهنجيب اكليل الجبل، هنجيب اكليل الجبل، وهنجيب الشاي، وهنجيب عندنا القرنفل. طبعا الحاجات دي كلها احنا هناخد الميه فقط، هناخد الميه فقط. يعني احنا هناخد دي كلها ونحط من كل حاجه من دي كده معلقه. هنشوف كده ازاي ان احنا بنصبغ الشعر بطريقه سليمه. هنجيب معلقه من المريميه. لو احنا عملنا المريميه ديت وغسلنا بقى شعرنا زي ما بعض الناس بتروج للكلام دوت مش هيحصل اي حاجه. لكن احنا هناخد المريميه ديت وهناخد اكليل الجبل. ناخد من كل حاجه من ديت معلقه. وبرضك ناخد من القرنفل. حاجه بس بسيطه جدا. حاجه بسيطه من القرنفل. وبرضك بناخد من الايه؟ من الشاي ده. هناخد من الشاي برضك معلقه. هنشوف ان احنا هنغلي الميه ديت وهناخد الميه فقط، وهنضيف لها اضافه جميله جدا اهوت. لو انا عايز ازود برضك من المريميه برضك هاخد منها معلقه برضك. طيب الحاجات دي كلها لو انت عايز تحط اي اضافات ثانيه، الحبه السوداء، اي حاجه ثانيه عايز تحطها حطها عادي مفيش فيها مشكله، لكن الحاجات دي كلها لا تسمن ولا تغني من جوع، ومش هيحصل صبغه للشعره. يعني الشعره البيضاء مش هيحصل لها صبغه مطلقا. امال ايه بقى المركب اللي احنا لازم نحطه عشان يصبغ الشعر معانا؟ تعالوا كده نشوف الطريقه وهقول لكم اللون بيفضل قد ايه ثابت على الشعره. وبعدين هنجيب كوب من الميه وهنحط الميه ديت على الخلطه ديت، وبعدين هنسيبها على النار حتى الغليان. نسيبها على النار لحد ما الأعشاب دي تغلي كلها مع بعضها. غلينا الأعشاب دي كلها مع بعضها، ونسيبها شوية لما الايه لما الأعشاب تطلع كويس قوي جدا في المية. ونشوف المية اهيت معايا. هنبدأ نصفيها بقى. هنبدأ نصفي الأعشاب دي. لاحظ ان هي واخده اللون يعني الايه البني، او يعني مقارب جدا للاحمرار. طيب دلوقتي بقى الميه ديت اللي هي خلاصه الاعشاب ديت لو احنا حطيناها على الشعره فطبعا مش هتعمل اي حاجه خالص مطلقا. هنستخدم الحنه اللي هي حنه 5 5، دي طبعا حنه كويسه جدا، وبنشوف طبعا ان مكتوب عليها السعر بتاعها الكيس الكبير ده هوت ب 35 جنيه. ب 35 جنيه زي ما احنا شايفين، 35 جنيه مكتوبه على الكيس، واحنا اشتريناه ده كيس كبير ب 35 جنيه. في كيس تاني صغير طبعا بيبقى ب 20 جنيه. الحنه هنحطها مع الاعشاب، فطبعا هيحصل ثبات للحنه وثبات لصبغه الشعر. ده طبعا كيس صغير اهوت، الكيس الصغير دوت ب 20 جنيه. من الحنه 5 5. طبعا لا يمكن صبغ الشعر باي حاجه ثانيه. اللي يقول لك تجيب مش عارف رمان، وتجيب مش عارف ايه، وتجيب حبه البركه، وتجيب مش عارف اي حاجه ثانيه تحطها على شعرك مش هتثبت على الشعر. بفضل الله الخلطه ديت ممكن انت تعملها هتغير لون الشعره الى اللون الغامق البني الغامق. فانت لو انت شعرك ابيض هتستخدم الوصفه ديت هتفضل معاك. طبعا انت لو انت راجل هتحلق كل حلقه تبدا تصبغ شعرك، يعني كل شهر تصبغ شعرك، هتفضل الحنه ثابتها على الشعر، اللون يعني الصبغه ديت هتفضل ثابته على الشعر ممكن لحد شهر.
يعني انا جربتها وبتفضل ثابته على الشعر لمده كبيره جدا، لمده كبيره جدا جدا جدا، وهتدي لك لون جميل جدا. يعني انت لو انت شعرك ابيض وفي شعر اسمر هتلاحظ ان ايه، ان يعني كله يعني ايه مع بعضه كده يعني بيدي لون جمالي حلو قوي، يعني لون بني مع لون اسمر، فبتلاحظ ان الشعر البيضه اختفت تماما، ودرجه يعني الصبغه بتفضل ثابته على الشعر لمده كبيره جدا. طيب لو بالنسبه بقى مثلا للبنات، طيب للبنات طبعا مش هتحلق شعرها طبعا، فبالتالي الصبغه ممكن تفضل ثابته بشكل كبير جدا، ممكن تتجاوز الشهر او الشهر ونص. بالنسبه بقى للراجل، لان هو بيحلق على طول فالشعر دائما ايه بيتجدد على طول، فهو محتاج يصبغ شعره كل حلقه. لو هو مثلا هيعمل كل شهر هيضطر ان هو يصبغ ويعمل الوصفه ديت كل شهر. طيب احنا بنجي على الحنه وبنحطها في الخلطه ديت، هنستخدم فرشه الاسنان ديت كده عشان ان احنا نعمل الشعر. طبعا انا بتكلم ان انت بعد ما تسيبها مثلا ساعتين بتبدا تجيبها تاني وتقلبها الحنه ديت، وطبعا درجه ثباتها عاليه جدا. وخلي بالك انا جربتها لمده ساعه واحده فقط، يعني حطيتها على شعري لما جفت ونشفت على شعري، طبعا كان خفيفه جدا، يعني انت مجرد بس كده بلل بسيط جدا وتقوم حاطه على الايه، على الشعره بالفرشه، مفيش فيها، ما بتسقطش ولا بتعمل اي مشكله خالص. مجرد انني بس فقط حطيتها لمده ساعه فقط، ساعه لحد ان هي ما نشفت على الشعر، وبعد كده غسلت شعري. طبعا انت المفروض بتحطها 4 ساعات، لكن انا حطيتها ساعه واحده وادتني نتائج رهيبه جدا، ودرجه ثبات اللون يعني انا كنت متخيل ان هي مثلا يوم يومين اثنين وبعد كده اللون يعني يبدا يعني يروح ويبدا اللون يتغير، لكن طبعا اللون طول جدا، يعني قعد معايا اكتر من يعني من شهر اللون ثابت زي ما هو. المشكله ان انت لما شعرك بيكبر بيبدا اطراف الشعر بتبقى حمراء والاطراف اللي هي عند الجذور بتبقى بيضاء، فبالتالي لازم تصبغ باستمرار، لازم تحط الحنه باستمرار. طبعا الحنه فيها فوائد حلوه جدا وهي بعيده عن اي اضرار للشعر، دي افضل طريقه هتدي لك لون يعني بني شويه او لون محمر شويه او لون ليه ضي بالذات في يعني في الايه؟ في الشمس، مع اشعه الشمس او مع النور الشديد جدا بتلاحظ ان لها ايه؟ لها لمعان، الشعره لها لمعان ولها ضي كده، لها ضي بني او ضن او ضي محمر مع الشعره. فانت لو شعرك يعني شويه صمري مع شويه بوض بيكون الشعر بقى جميل جدا جدا جدا. دي افضل علاج للشعر الابيض بدون اي طبعا اكاذيب وبدون اي وصفات مخادعه، لا صبغه بدون الحناء، ودي حنه طبيعيه جدا ما فيش فيها اي اضرار على الشعر. نحط الباقي في الزجاجه وبنقفلها كويس، وبعدين بنحطها في داخل الثلاجه. هنحط الحنه دي في داخل الثلاجه وهنستخدمها، لو انت عايز تستخدمها مره كل اسبوع او مره كل ما تحلق شعرك، طبعا هتبقى رائعه جدا ومفيده جدا للشعر بدون اي اضرار، بدون اي تكلفه، بدون اي مشاكل للشعر. لكن انت بعد ما تستخدم الحنه حاول انت تجيب يعني حاجه بسيطه جدا من الزيت، يعني نقطتين زيت بس، حاجه بسيطه لانها ممكن تعمل يعني بعض يعني خشونه بسيطه جدا في الشعر، فانت لو استخدمت بعدها قليل جدا من الزيت فده بيكون شيء كويس جدا جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله.